على الرغم من أن العديد من دول العالم ترى أن الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 يمثل نقطة تحول مهمة وضعت حدا لسنوات من التوتر بين طهران والدول الغربية، إلا أن الإدارة الأمريكية لديها ربما رأي مغاير. تعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خمسة مآخذ في الاتفاق، أولها إسقاط بعض القيود التقنية المفروضة على الأنشطة النووية الإيرانية تدريجيا اعتبارا من 2025، وترى أن آليات مراقبة وتفتيش الأمور غير كافية، إضافة إلى عدم النص في الاتفاق على معاقبة إيران إذا لم تبدي التزاما. وتعتبر إدارة ترامب أن تغاضي الاتفاق النووي عن البرنامج الباليستي الإيراني ثغرة كبيرة تسمح بزيادة نفوذ إيران في المنطقة. إذن قضيتنا اليوم هي محاولة رصد لمدى التزام إيران بالاتفاق النووي والخطوات التي قد تتخذها إيران بهذا الصدد.